بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالجميع. عدنا من السفر. تمام. بكلمكم اليوم ان شاء الله عن توزيعه لينكس لايت. اوه نسيت اقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم متابعين قناه عرب لينكس. معكم عبد المجيب. اوكي طيب. التوزيع هذه في شخص طلب من اسوي له مراجعه، مو مره ولا مرتين ولا ثلاث، كثير صراحه. يقولون كثر الدق لين الحديد. تمام. فمن كثر ما شفت لينكس لايت يسوي لي سويت له مراجعه صراحه. ما ادري وين بالضبط انا شفت قلت لي يسوي لينكس لايت، ولكن قبل ما اسافر حملت التوزيع هذا عشان اسوي له مراجعه. ما ادري هو شفت اسمك عشان اقول اسمك، ولكن التوزيع فعلا زي ما تكون اختيارك موفق، وان شاء الله بسوي له مراجعه لان توزيعه جميله جدا وتستحق ان نشوف شو موضوعه. التوزيع هذه حلوة جدا، تعتبر بديل قوي 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 جدا عن الويندوز. تمام. نظرا لسهولة الاستخدام وسرعته. أنا بتكلم عن ويندوز اكس تحديدا، ويندوز اكس بي اللي فيه بعض الناس ما زالت متعلقة باستخدامه. طبعا لو كنت بستخدم ويندوز أنا أعتقد أنه بستخدم ويندوز اكس بي، ما أدري ليش، بس أعتقد أنه ما أدري آخر ويندوز استخدمته كان اكس بي وكان ما أعرف غيره. طيب فأقول لكم يعني أنه ويندوز اكس بي راح ينتهي دعمه أبريل الجاي. تمام. ادري احنا كم شهر اليوم، احنا بنهايه مارس عموما بينتهي ببريل. فاذا كنت تستخدم ويندوز اكس بي خلاص راح ينتهي دعمه، استخدم هذه التوزيعه كبديل. اوكي خلينا نشوف وش المميز بالتوزيعه. اول شيء السرعه، راح تلاحظ انه سريعه جدا حتى وانا استخدم الفيرتوال بوكس. لا تقيس على جهازي نظرا لان جهازي انا خصصت الجهاز هذا وشريته علشان اسوي مراجعات للتوزيعات هذه، ولكن بجهازي زي ما تقول انا اعطيت اربع انويه علشان اشغل هذه التوزيعه والسريعه، ولكن ممكن بنواتين ممكن نواه واحده يشتغل احسن شيء. انا ما جربت ولكن ممكن تجربون تشوفون. تشتغل بسرعة الفيرتوال بوكس. راح تلاحظ انه على اللايف سي دي لاحظ في انستول هنا ما حملت توزيع علشان بنشوف طريقة تثبيتها بسرعة، ما في شيء جديد ولكن بنشوف كيف تثبت بسرعة. ايش المميز؟ زي ما قلت لكم السرعة، الواجهة مخصصة، ايضا القوائم البسيطة هذه، حطوا عندنا قوائم بسيطة. طبعا زي ما قلت لكم تعتبر بديل قوي. ما اقدر اقول لكم كل شيء موجود بالتوزيعة جميل والى اخره، كل توزيعة فيها نواقص ولكن انا اشوف انها متكاملة، ما تثبته وخلاص ما تثبت شيء بعده. طيب بالنسبه للاعدادات فما في شيء معين راح اعرج عليه. تمام. فهي مجرد اعدادات للمتعارف عليه موجوده بكل الواجهات، تغيير خلفيه صفحه المكتب بالضبط الى اخره. تمام. ولكن في حاجات معينه جميله. طبعا ابغى اقول لكم وش البرامج اللي جت مع التوزيع بالبدايه عشان بعض المستخدمين او عشان هذا هدف كل التوزيعات انه يكون فيها برامج معينه تخدمك. البرامج الموجوده هنا زي ما انتم شايفين ابلكيشن فايندر اللي هو برنامج خاص بالبحث عن البرامج، حاسبه، هوم فولدر مجرد يفتح مجرد المنزل، تصوير الشاشة، تيرمينال، محرر نصوص، أيضا مدير ملفات أو مجلدات مضغوطة، في ألعاب، في طبعا ستيم جاي زي ما يقولون out of the box. تمام. ولكن ستيم أنا ما استخدمته فما أقدر أقول لكم يشتغل زين ما يشتغل زين، أنا ما أعرف ستيم، ما أعرف أنه منصة ألعاب. أوكي. جرافيكس، في عندنا هنا الجرافيكس، في عندنا الجيم، محرر الصور، في عندنا عارض الصور، في عندنا شغل سكانر. انترنت، في جاي معك مخدمات موزيلا زي الفايرفوكس والثندربيرد، متصفح انترنت، قارئ بريد، في عندنا هذه المحادثات الصوتيه، نتورك كونكشنز مجرد ضبط الاعدادات الشبكه، وفي عندك هنا الاكس شات. اوكي. المالتي ميديا جاي عندك اللي هو اكس اف بيرن خاص بالحلقه الاسطوانات، اوديو ميكسر، بولس اوديو ميكسر برضه نفس القصه. تمام. في ال سي خاص بتشغيل الصوت الفيديو وكل شيء، اعتقد انه عرض صور بعد. اوفيس جايب لك افضل ثلاث برامج، الليبر اوفيس او اكثر استخدام، رايتر، امبرس عشان تسوي اوكي نقول بالعربي يعني مصطلحات الويندوز، وورد هذا بديل الوورد، هذا بديل الباوربوينت، هذا بديل الاكسل او الاكسل بالاصح، اسماءهم هذا رايتر، امبرس، كالك، هذا بي دي اف فيور. تمام. خاص بقراءه ملفات البي دي اف، جميل منسق بسيط فيه كل اللي تبي وبسيط جدا سهل يعني صغير. اوكي. الاعدادات او النظام. اوكي. في عندك اللوجن سيتنج، طبعا خلينا نروح من البدايه لانه في حاجه حلوه هنا. راح تلاحظ انه هنا في برامج اكثر استخدام، هم ما حملوا لك ممكن ما تحتاجه ولكن حطوا لك اياها عشان لو تبي تحمله، زي مثلا تحمل مدير ملفات، تحمل حزمه العاب، في عندك تحمل ماسنجر، في عندك تحمل ايبود مانجر خاص بالايبود، ما ادري ما عندي ايبود. تمام. في اشياء حلوه هنا راح تلاحظ انه restricted extras، طبعا اعتقد هذه تعريفات وخطوط وترميزات مقيده او محتكره ولا صح من موجوده مع التوزيع، فهمت؟ اذا بتحمل هذا لازم توافق على سياسه تخصصيه، software center الى اخره. عن طريق software center ما تحتاجه لانه هنا في synaptics، انا بالنسبه لي اشوف synaptics احسن من software center حق الابونتو وحق المنت بعد. synaptics بسيط واضح يعطيك كل الحزم. اوكي. عندنا ايضا بالسيستم نتورك شيرنج، وهذا جدا جدا حبيته، عباره عن مدير ملفات ما بين هذا وهذا وسامبا سيرفر. اوكي. اللي يعجبني اني لما اضغط على ايديت نتورك شيرز، تمام، راح يجيب لي هذه على طول، اجي من هنا الله يسلمكم واكتب اللي انا ابيه. والله ممكن اني ابي اسوي للهومز
عندي ممكن اسمي هومز تمام، واجي اكتب هنا باث يساوي ثم اكتب هوم مثلا اسم الهوم اللي بيسوي المشاركه، ثم اجي اكتب براوزبل الى اخره. طبعا اذا بتعرف التفاصيل هذه الدقيقه ممكن تشوف دوره السامبل اللي سويتها بالقناه عندي اسمها دوره سيرفر سامبا او سامبا سيرفر، عندي موجوده بالقناه، سهل جدا التعامل معه بصراحه، وفي واجهه رسوميه للتعامل معه. NTFS configuration tool هذا عشان ضبط موضوع الـ NTFS partitioner حق الـ partitions وإلى آخره تمام. هذه تقريبا أهم اللمحات السريعة بالتوزيع. طريقة تثبيت التوزيع مجرد أنك تفتح هذا الأيقونة باختصار هذه وتتبع التعليمات. طبعا التعليمات زي تعليمات الأبونتو ولينكس منتو غيره. إذا كنت مستجد وحاب تثبت هذه التوزيعة شوف شرحي لشو اسمه تثبيت توزيعات لينكس منت أو أبونتو أو ديبيان أو غيره، وشوف طريقة التعامل مع الأقراص أيضا موجودة تحت كيف التعامل مع الأقراس. بسيط جدا، ما عليك لتسوي نكس نكس نكس، ولكن إذا كان عندك بيانات موجودة على الكمبيوتر احذر لأنك ممكن تحذفهن بالخطأ. انتهى الدرس هذا اليوم، نشوفكم ان شاء الله الدرس القادم. شكرا للي اقترح هذا التوزيع لان توزيعه جميل جدا. التوزيع هذا ستارت 1.08 تعتبر بديل جميل جدا للويندوز، سرعه كفاءه قله استخدام الموارد، وايضا ممكن تشتغل على الاجهزه القديمه. فمان الله.